ترددت جامعة طيبة على رفضها التام لإساءة أحد أعضاء هيئة التدريس لطالب في إحدى المحاضرات العلمية عبر الاتصال المرئي، وذلك بعد تداول مقطع صوتي للواقع في منصات التواصل الاجتماعي المتضمن الإساءة لأحد الطلاب في إحدى المحاضرات العلمية. في إنجاز للدبلوماسية السعودية وانتصار أيضا لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنهت الأمم المتحدة التحقيق في جرائم الحرب في اليمن بعدما صوت مجلس حقوق الإنسان في المنظمة الدولية على إنهاء تفويض محققيه هناك. انتصار دبلوماسي للتحالف العربي. صوت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على إنهاء تفويض محققيه في اليمن. للمرة الأولى يرفض مجلس حقوق الإنسان قراراً ومشروعاً للمجموعة الأوروبية منذ إنشائها عام 2006. تغاضي المحققين عن توثيق كافة جرائم ميليشيا الحوثي، خاصة وأن العديد منها ترقى لجرائم الحرب. تصدر الحوثي قائمة الانتهاكات باليمن بمعدل 3000 انتهاك موثوق.